يقول أقرأ أذكار الصباح بعد أذان الفجر مباشرة، هل فعلي صحيح أم يفضل بعد الصلاة؟ وهل يعتبر الصبح دخل بعد الأذان أم بعد الصلاة؟ لا، هو الصبح دخل بعد الأذان، إذا أذن الفجر معناته دخل الصبح، دخل الفجر، هذا معناه. ويجوز إنسان يذكر أذكار الصباح، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقول أذكار الصباح إلا بعد الصلاة صلى الله عليه وسلم، فالأفضل بعد الصلاة أفضل. لكن لو قالها الإنسان بعد الأذان قبل الصلاة فإن شاء الله تعالى صحيح، ما عليه شيء.